جايب ابن اختي معايا. طب انا اللي هسوق يا سيدوك. انزل انزل. هاي 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 هاي. تعال هنا 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 قصادي هنا. انت لا هتسوق ولا هتاخد الجوانتي. ده هي فعلا لعبه انانيه يا سيدوني. سبحان الله معمول علشانك بالظبط. تقصد ايه؟ لا ما قصديش حاجه. اتفضل اتفضل يا سيدوني، انا هتمشى وراك. او اقول لك اربطني في العربيه واسحني لحد الخرم يا سيدوني، او اديني بالمضرب كده وتوديني لحد الخرم. كام داون، مالك خدامينك يا سيدوني؟ ادرس. كام داون كام داون بابا، كام داون. خلاص سوق انت. هسوق انا؟ سوق واخد الداون. اهو يا حبيبي اهو، بس ما تزعلش نفسك، تعيطش، دموعك غاليه عندي. ادرس. لا يا البلدتين يا بلاش. تصدق انك ابن كلب زباله. امشي قدامي، مفيش اي حاجه تاني. لا انا اللي هسوق يا سيدوني. تخرب بيتك. لا انا اللي هسوق. هدرس هدرس بليز بليز. سيبني يا سيدوني، انا بعرف اسوق. هدرس انت عارف تسوق. هدرس هتقلبني بجد. هتقلبني بجد. هتقلبني بجد يا سيدوني. تخرب بيتك. انت قلبك خفيف ليه يا سيدوني؟ هاي بس يا سيدوني عاد ما توترنيش. يا ابني انت ماشي بسرعه جدا. وايه دي السرعه دي؟ ده انا لسه هديب الخامس. هو البتاع ده فيه خامس؟ ايوه بص عندك تحت هتلاقي الخامس. يا ابني بص قدامك تحت. يخرب بيتك. اه قدامك شجره شجره. يخرب بيتك يخرب بيتك. معلش يا سيدوني. خلاص هانت الكوره هناك اهي. بليز ما تفتحش بقك يا ادرس بليز. طب انا حران يا سيدوني. اعمل لك ايه؟ اقص لك بنطلونك اخليه مايو؟ لا يعني شيل الشنطه شويه يا سيد. انت ليك عين تفتح بقك معايا؟ ليك عين بعد اللي عملته؟ الاداره رافضه تديني عربيه واحده بعد اللي دمرتها. وانا ذنبي يا سيدوني؟ على رايك ذنبك ايه؟ لا ذنبك يا حبيبي انك لبست بينا في شجره. لا ليترلي لبست في شجره ليترلي. طب انا راضي ذمتك يا سيدوني. في استاد في الدنيا يبقى فيه في النص شجره؟ استاد النيله برضه هيقول لي استاد وكره يا حبيبي. ده جولف. استاد دولف ملعب دولف وات ايفر. لا 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 ما ينفعش نفس البني ادم يقول استاد دولف ويقول وات ايفر في نفس الجمله. هدرس انت ما عندكش ايدنتيتي خلاص، انت بقيت مسخ. ما تاخذنيش يا سيدوني، العيب مش مني. ده سوق تصميم، مرتفعات ومنخفضات وحفره فيها ميه وحفره خضره وزرعين استفندي هناك. ايه استفندي؟ ايه استفندي؟ في استفندي هناك يا سيدوني. اوكي اوكي انا معاك ان هم بقى ما بيعرفوش يصمموا حاجه. اوكي اوكي انت 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 الفت اللي بتفهم كل حاجه. تفسر بايه؟ ان الشجره اللي لبسنا فيها كان على يمينها فدان فاضي وعلى شمالها فدان فاضي وانت اخترت تلبس فيها. تفسر بايه؟ اكيد او ماي جاد. ارمي البتاع ده، لف كده وريني. طبعا طبعا ببنطلونك اللي كله شجر توت ده اكيد طبعا لما شفت الشجره بورودها بعصافيرها افتكرتها واحد قريبك وخدتها بالحضن. ايه سيدوني ده خلاص خالص. كلمي داون كلمي داون. اسكت. اديني زفت العب. عاوز اني زفت يا سيدوني؟ وقعت غصب عني. ممكن سؤال يا سيدوني؟ اتفضل. هو دي اخر لمؤاخذه خرم؟ ده اخر خرم، مفيش عندنا خرم تاني في ال ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه لمؤاخذه خرم؟ ليه كل شويه لمؤاخذه خرم لمؤاخذه؟ ليه مش خرم بس؟ يعني عشان لو حد سمعنا ما يفكرش ان احنا قصدنا حاجه قبيحه. ومين الحيوان الحيوان اللي هيبقى في ملعب جولف شايف اتنين صحاب بيقولوا خرم ويفهمهم غلط؟ حد مريض. هدرس بص حبيبي، اوعى تقول لا مؤاخذه قبل خرم، اوعى. ليه؟ لان انت بتديها معنى اقبح من الاباحه اصلا. بتعمل هايلايت. عارف بتعمل ايه؟ بتبروزها فعلا. ايوه يعني ما اقولش لا مؤاخذه. لا ما تقولش. طيب فين الخرم يا سيدوني؟ ايه فين الخرم؟ هقول لك بعدين. ورا الفندق. وتقول لي ورا الفندق ليه؟ الخرم ورا الفندق. وانت يا سيدوني عاوز تضرب الكوره من هنا تعملها لوب توديها ورا الفندق؟ بقى ناقصه نقاقه ناقصه نقاقه. طب انا اقول لك يا سيدوني، انت المؤاخذه تغرفها من تحت كده. تغرفها. والله العظيم هغرفك انت من تحت. هغرفك. انا بساعدك يا سيدوني. طلع موبايلك. انت هتثبتني يا سيدوني؟ موبايلك. طيب اخد السيم كارد. افتح الموبايل.
انت ايه بترسم ايه؟ بترسم بيتكو؟ الباسورد اعمل ايه؟ افتح الكاميرا صور اللحظة التاريخية دي، صورها. انت عارف اللحظة اللي انت هتصورها دلوقتي دي لو صورتها كويس ما طلعتش حمار وحطيتها اونلاين واشتهرت، صدقني مش بعيد ابقى اشهر من تايجر وودز، اكيد عارفه. ايوه طبعا، تايجر بتاع اكبر مسيطر. هو صور يا هدرس صور. عارف 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 لو اللحظة التاريخية دي ضيعتها زي 90% من اللحظات التاريخية اللي بقولك صورها وبتضيعها عشان بتحط صباعك قدام الكاميرا، هقطعهولك هقطعهولك يا هدرس. طب امسكه كيف يا زي ما بتمسك حاجة بحلواها كده كده؟ ايوه. طب ممكن لمؤاخذة تدوس على ال يصور؟ ايه؟ ويجو ويجو ويجو. ايه هدرس انت مصورني انا مش واخد بالي. ما انت اللي جالي صور يا سيدي. بس يا حيوان. اوكي طالما خدتني على غفله، بص انا بعمل ايه بقى. شايف الكره اللي تحت دي؟ ناوي اضربها تطير فوق الاوتيل ده. بص بص فوق خالص. هتضرب الكره من هنا توديها ورا الفندق؟ اكزاكتلي. يا ترى سيدوني هيقدر يعمل ايه فعلا ولا اوه شيت كسرت الازاز. هي صور يخرب بيتك. خبي خبي حد يشوفنا. بقول لك ايه، اعمل عبيط، خد دي شيل الحاجات دي. امشي 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 كده امشي ما تقفل يا ابني الزفت اللي في ايدك ده هتفضحنا. يعني انا لسه دافع ثمن العربيه، عايز ادفع كمان لوح الازاز؟ اقفل. اصل بيضحك جامد يا سيدي. اعمله ميوت. ايه ده؟ ده كل الزبابيط دي كل ده عشان لوح جزازه اتكسر. شش هدرس خليك صايع، مش عايزين ندفع ثمن لوح الازاز. مش لسه قايل لك هروح اشوف ايه وارجع تاني. مكانك مكانك، عشان انت منين ما بتروح الغم بيجي كأنك مربوط في دي القطة. اثبت هنا. هاي سويتي مدام نوني، دونت كراي دراي يور اي. اكسكيوز مي، هو ايه اللي حصل؟ جوز المدام نوني تعيش انت؟ او ماي جاد اتخطف. بص اكشلي هو ما اتخطفش، يعني هو الراجل كان يعني عدى العمر الافتراضي واي ثانيه في حياته كانت هتبقى وقت اضافي. ممكن ثانيه؟ طبعا. يعني هو المرحوم مات عشان خد حبايه زرقاء او منشطات عشان يبقى فورمه؟ لا خالص، ده بلع كره جولف. طب استاذن انا. ثانيه واحده بس، معلش عايزين ناخد منك كلمتين بسرعه بما انك تعرفني. انا ما اعرفوش. يعني اكيد شفته، عايزين نعرف بس حالته الصحيه عامله ايه. مش هنعطلك كتير. لا بس بليز عشان خاطري، انا في معايا ناس في العربيه قافل عليهم الازاز زمانهم فتسوا، لازم بسرعه. مش هنعطلك. عسكري محمد. ايوه فندم. خد اقواله بسرعه. استنى يا عسكري محمد. استنى يا حضره الظابط، ما تقبضوش على سيدوني. ما بيحدش بيقبض عليا يا حبيبي. ليه بيقبضوا عليك؟ مش معقول يا فندم تقبضوا عليه عشان كسر لوح جزاز. ايه؟ ازاز ايه اللي كسره؟ ازاز عربيتي. انا بحب اروش في المهندسين ساعات. عربيتي يا سيدوني، ما تعليكش الجريمه بجريمه ثانيه. هو يقصد جزاز الفندق يا فندم. طيب كمل. بص يا فندم، الموضوع باختصار ان سيدوني كان نفسه يبقى تايدر بس ما عرفش يسيطر. حلوه، نايس وان مان. على فكره هو بيحب يراب يعني. استنى سيدوني لما اشرح له. ففلتت مني كره الدولف، دات في الازاز كسرته. يعني كسر الازاز. كمل. ادرس سيبه يتكلم، احكي لي ايه اللي حصل. مضرب الجولف على بقك. انا ما احكي لكش حاجه يا سياده الضابط. أنا مصور كل حاجة على الموبايل، ممكن سيادتك تشوفها بنفسك. خرب بيتك خرب بيتك، وتبني بتاع
معايا يا سيدوني. انا بنقذك يا سيدوني بنقذك عشان يعرفوا ان الموضوع كلياته كان غلطه واقول حاجه زي يفوت ولا حد يموت. مات الراجل مات. حرز لي التليفون ده. راجل مين اللي مات؟ جوز المدام. واه دوس الست اللي جفشك وانت بتعكسها امبارح. ايه هو حاول يعكس مراته امبارح؟ هو ده سكران. انا ببلغ عنه. الراجل ده حيوان وسكران. حد الله يا بيه. انا كل الا الخمره حتى حلل لي. يبقى مخدرات. ده 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 شغل حشيش مضروب تمر حنه. سيدوني ما تقولش حاجات تتجفش ضدك. اسكت اسكت يا سيدوني. بص يا فندم هو ما حاولش يعكسها ولا حاجه. هو كان يعني بيتعرف عليها فده الراجل دوز الست جفش معاه وحصل عركه ما بينهم. يعني كمان في دفع للجريمه؟ لا. ايوه طبعا كان في دفع. ما سيدوني هيتصرف كده من نفسه. يا عسكري محمد ايوه خدوه على البوكس بسرعه ودوه المديريه يلا وحلل الراجل ده. ما تخافش يا سيدوني انا ما هسيبكش. انا اللي مش هسيبك يا هجرس الكلب يا سيدوني. انا بنقذك يا سيدوني. اللهم الاعتراض كان مستخبينا فين كل ده يا ربي؟ الواحد يعمل ايه يعني؟ كفايه زولتني. ايه مفيش حاجه يعني بسيطه جريمه قتل. انا قلتك جريمه قتل عادي يعني هياخد فيها ايه؟ يعني يا تأبيد يا اعدام. كلنا هموت ولا اول ولا اخر جريمه قتل اللي تعكوا فيها كبير وعراء المثل يا ما دقت على راسي قتل. على قولتك. بس هو الواد جوني ما يتحملش مفرفر شوي. ما هو اللي غلطان كان كلمنا وكنا توينا الجته وتوينا مره الجته ولا من جف ولا من دري وتوينا الفندق اللي فيه الجته. انت ايه يا اد جنس طينتك ايه؟ اتحولت كده ليه؟ انت لو ممكن تكون بني ادم ياي. استغفر الله العظيم يا رب. الاقيها منين ولا منين؟ فين محامي الغبره ده كمان؟ حقيته يجي من ساعه. السلام عليكم. ازيك يا كبير؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ ليه ما بتحترمش زباينك؟ معلش يا كبير، اصل وانا جاي لقيت عربيه بطاطا قلت لازم اعدي عليها عشان كنت واكل طعميه وعامله حموضه فقلت البطاطا هتكبس على الحموضه. طمني اخبارها ايه دلوقتي؟ زبده يا كبير زبده تستاهل بقك. ايه يا اخي انا بسالك على قضيه جوني مش على البطاطا. تقلقش يا كبير القانون هياخد مجراه وكل واحد له حق هياخده. والجريمه لا تفيد ودي ظهرك للترعه عمر بالهريسه في تنتك ما ترعى. ما انت عارف كل حاجه كبيره وما بتسالني ليه بقى؟ طب دقيقه 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 لفيني 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 نعمه ربنا لفيني بس اسمع الكلام لفيني عشان دي نعمه ربنا مش عايزين نهنوها. اسمعني زين اسمعني زين قسما بالله لو ما قلتليش دلوقتي على كل تفاصيل القضيه بكره الصبح هتسمع ان في واحد من عيلتي الكبير تاني متهم في جريمه قتل بس قتل محامي. ما تقلقش يا كبير ما تقلقش انا بخبرتي القانونيه الواسعه ان شاء الله هثبت ان الموضوع ده كله قتل خطا ما فيهوش اي تعمد. ايه ده؟ ما اي عيل صغير بشخه لسه ما ربعنش ممكن يثبتها عادي. يعني واحد ضرب كوره طرد بالصدفه جوا البلكونه كسرت القزاز عدت من فوق البلتكانه ومن فوق الكبابي ومن جنب الميكرويف ومن تحت الحاجه السقعه وجت بخشمه وبلعها وزور ومات. ده دبل او 7 لو قصد يعملها ما يعرف شيء. ايه يا كبير انت كده بتشكك في قدراته القانونيه. يا عم روح روح القلق غراب دزه قصره. موضوع القتل الخطا ده هيفيدنا فيه. يفيدنا كتير طبعا يا كبير ان الاستاذ جوني ما عندوش سوابق قبل كده فممكن ياخد عقوبه تتراوح من سنه والله يعني لماكسيمم 10 15 في الرينج ده مش هتزيد يعني. رنجاتك ايه الرينج المطاطي ده؟ وعمال تقول لي حنكتي وخبرتي يا عم روح. ايه يا كبير انت بتهن قوي. بص الكتب دي يا كبير انا ما مالهاش مع اي حد في الدنيا. انا جايب كتب الكليه عشان اقراها قبل المرافعه. انت لسه هتذاكر؟ الواد هياخد اعدام. اسمعني زين اسمعني زين بكره لو جوني خد اي حكم عفش قسما بالله انت عارف زين الكبير ممكن يعمل ايه. سلامتك يا كبير الف سلام عليك. ما تقلقش يا كبير ما تقلقش يا كبير اخوك في ايد امينه. خرب بيتك هبط هبط ربنا ياخد. احزك احزك احنا فيني قطب بطاطا عشان اي حاجه مسكره. يا يد
يا هد مصطفى صياد بموت. ليه بتاعك؟ يا حاجة مسكرة يخرب بيتك. دي مش مسكرة دي، دي مطعم. يخرب بيتك لبيت غباوتك.